أنا اليوم عم كرم اثنين أشخاص أصحابي، فادي سماحة وجورج أبو جاوده. مهمة صعبة اليوم. خلاق مبتكر، عصياً على المحن، ضعيفاً مع الوطن. أمل ثم طمح ثم تحدى ثم نجح. من المصرف إلى الهندسة قدم مشاريع نموذجية وعصرية، مشاريع تختزل تراث لبنان وتحييه. إنه رجل لكل المواسم. أستاذ جورج أبو جاوده، تفضل. مسيكم بالخير. تكريم لبعض الناس لشغل مضى بيعتبروا انه عملوا واجباتهم وصار فيهم يرتاحوا. لإلي تكريم هو مسؤولية. هالجايزة لكل يوم صباح تقلي شو لازم أعمل وعشية تحاسبني. أنا رجعت على لبنان سنة 88 بأتعس أوقات الحرب. يمكن في ناس قالوا لي مجنون، بس أنا قلت لهم مجنون بلبنان، مجنون بحب لبنان. آمنت بالمبادرة الفردية، ما اتكلت على الدولة. وعلى كل حال إذا لبنان صامد بعد اليوم، سبب هو المبادرة الفردية، والسبب إنه أنتوا الموجودين هون. الدولة يعني تعبانة ومشرزمة. رئيس الجمهورية اللي انتخابه كان عيد وطني صار اليوم عملية الانتخاب حداد. تأليف الوزارة اللي كان كل مرة تعطي أمل جديد اليوم بدها ولادي قيصرية. بس أنا ما تشأمت ولا مرة، ورح قلكن ليه. لأنه تصليح لبنان منه صعب، هين كتير. على قدر ما المشاكل كبيرة، إمكانيات هالبلد وإمكانيات شعبه أكبر بكتير. وأكبر مثال على ذلك الناس الموجودين هون. نجاحاتهم هي لازم تكون أمثولي لشبابنا، لحتى شبابنا يعني إذا ضوينا على النجاحات مثل ما الست فيوليت وجوزها العزيز عم بيعملوا. وبشكر أنا بسميرة الأميرة أبلينا عم بيضووا على هالنجاحات ليقولوا لهالشباب، ليقولوا لهم ما تخافوا، يكون عندكم إرادة تحلم. لازم يحلموا. إرادة ما بتخاف التغيير. نحن منضلنا مرعوبين إنه كيف إذا صار في تغيير كيف بدنا نعمل انتخابات. ع إرادة بتنفذ. أنا بعتبر هالجائزة هي تكريم، بس كمان تذكير لتذكرني وتذكركم إنه لازم نعمل المستحيل، نعمل المستحيل لنحافظ على كرامة شبابنا ونخليهم يكون عندهم سعادة. بدي أقولكم إنه بميثاق الاستقلال تبع الولايات المتحدة أكدوا على هالحق المقدس اللي هو حق بالحياة والحرية والبحث عن السعادة. نعم، البحث عن السعادة. يعني أنا بدي أشكر وشكري بدي يكون بس باسم الشباب اللبناني اللي صمد بعد ببلاده. بدي أشكركم باسمه.